طيب احنا لسه حتى الآن ما دخلناش في الكونفيجريشن ولا بدأنا خطوات أي حاجة عملية، احنا بس بنشرح الجانب النظري وكل الأوبشنز اللي ممكن تقابلنا أثناء الإمبلمنتيشن. لو احنا رحنا نكلم فيرتشوال جيت واي هيقابلنا أوبشن مهم جدا في اسمه البي جي بي. هنلاقي في الكونفيجر بي جي بي بروتوكول، البي جي بي بيحتاج حاجة اسمها الأوتونوموس سيستم نمبر وأبيبا أي بي أدرس لو في حالة إن إحنا بنستخدم أبيبا. طيب يعني إيه الكلام ده؟ قبل ما أروح أشرح الكونفيجريشن دوت، تعالوا نعمل مراجعة بسيطة على البي جي بي بروتوكول وإيه لازمته ويعني إيه البي جي بي بروتوكول. في عالم الإنتربرايز نتورك، لو بصينا على الدايجرام اللي قدامنا دوت نلاقي إن دي نتورك على بعضيها. نتورك تتكون من مجموعة من الديفايسز متصلين على سويتش، واللي بيربط نتورك بنتورك أخرى مجموعة من الراوترات زي ما احنا شايفين كده. في النهاية كل الشبكة دي بتبقى شايفة بعضيها وبتكلم بعضيها. ممكن الشبكة دي تبقى شبكة متواضعة صغيرة، ممكن تبقى انتربرايز نتورك زي أي سيرفيس بروفايدر مثلا فودافون. في غيرها تلاقي في الجانب الآخر شبكة تانية زي وي، شبكة تانية زي اتصالات وهكذا. كل الشبكات دي علشان تكون عالم الانترنت وعلشان تتكلم بعضها لازم في النهاية في ما بينهم اتصال بشكل ما. الشبكات دي اللي زي فودافون أو غيره بيبقى الراوترات بتاعتها بتشير ما بينهم ما بين بعضها راوتنج تيبل ومتصلة بشكل ما، إما بالديناميك راوت وده الأغلب أو بالستاتيك راوت. المهم إن هم في النهاية الراوترات دي لشبكاتهم اللي وراهم بيكلموا بعض. بيكلموا بعض ازاي؟ يعتبر بيكلموا بعض على نفس النتورك داخليا. طيب لو الشبكه دي حابه تكلم الشبكات العالميه الخارجيه وتشير هذا الكونكشن معاها، هنا بقى الكومن بروتوكول اللي بنستخدمه بروتوكول البي جي بي في العالم. البروتوكول ده بيشتغل على شبكه الانترنت، هو اللي بيربط الشبكات اللي من النوع ده ببعض. كل شبكة من دول بتسمى Autonomous System. يبقى ممكن ده Autonomous System 1، ده Autonomous System 2، Autonomous System 3 وهكذا. كل Autonomous System له حاجة اسمها Autonomous System Number، وكل Autonomous System بيروح يتصل بال Autonomous System الآخر عن طريق راوتر. هذا الراوتر بيتسمى البي جي بي بير او نيبر. ودائما علشان اخلي شبكه تكلم شبكه عن طريق البي جي بي لازم يكون عندي اوتونوموس سيستم نمبر لهذا الاوتونوموس سيستم، وعندي الاي بي بتاع البي جي بي بير. وفي الحاله دي بمجرد ما بربط ما بين اي اوتونوموس سيستم باوتونوموس سيستم اخر عن طريق بروتوكول البي جي بي بيحصل شيرنج الراوتنج تيبلز ما بين الشبكتين دول، وبيحصل شيرنج او اكستشينج للريتشابيلتي. فبالتالي بقت كل الشبكه دي كل محتوياتها شايفه كل الشبكه دي وهكذا. بقى كل ما تربط انتربرايز سيستم بانتربرايز سيستم اخر تلاقي الدنيا كلها بقت شبكه في بعضيها وبقت شايفه بعضيها وبيكلموا بعض. زي ما بروتوكول البي جي بي نقدر نستخدمه على مستوى الانتربرايز، نقدر نستخدمه كمان على مستوى الشركات بتاعتنا، ونقدر نستخدمه كمان على مستوى اجر. فلو شبكات من هذا النوع حبينا انها تتصل باجر عن طريق الفي بي ان، فانا ممكن عن طريق الاجر في بي ان جيت واي اعمل كونكت في بي ان سايت تو سايت على اي راوتر من الراوترات الاوتونوموس سيستم دي مع تفعيل بروتوكول البي جي بي. وبالتالي هنا هستفيد ان كل الشبكات دي بقت كونكتد مع ازر بالشبكات بتاعته. زي ما اتفقنا ان البي جي بي نيتورك لازم ياخد اي بي ادرس، وباي ديفولت على ازر البي جي بي بياخد اي بي ادرس من نفس رينج السبنت اللي هو راكب عليه. يعني ايه؟ لو عندي في نت زي دي احنا اتفقنا ان فيها مجموعه من السبنت، ولو عايزين نركب عليها في بي ان جيت واي فلازم يبقى عندي جيت واي سبنت، اما بكريتها من هنا او هي هتتكريت اوتوماتيك اثناء عمليه الامبلمنتيشن الخاصه بالفي بي ان جيت واي. فلو
السبن دي الرينج بتاع 10 3 2 0 24 اوتوماتيك الفي بي ان نيبور بتاع هذه الفينت هياخد اي بي من نفس هذا الرينج الا في حاله واحده. الحاله دي اللي هي عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا ان باي ديفولت البي جي بي هياخد اي بي من نفس الرينج، تمام؟ طيب في اوبشن هنا هو اوبشنال اختياري ان انا احط لهذا البي جي بي ابيبا اي بي. طب ده استخدم الاوبشن ده امتى؟ هذا الاوبشن حضرتك تستعمله لو كنت بتعمل اتصال مع بي جي بي نيبر، هذا البي جي بي نيبر شغال ابيبا، الاي بي بتاعه ابيبا. فلازم حضرتك هنا تدي اي بي اوبشنال برضه من نوع ابيبا. وباي ديفولت دماغ الفي بي ان جيت واي على اجر بتفكر ازاي؟ هي بتدي الاولويه للبرايفت اي بي. والله هذا البرايفت اي بي ماتشنج مع الاي بي اللي هنا، اهلا وسهلا. مش ماتشنج بتروح تدور في الابيبا اي بي اللي انت بتقولها وتشوف تعمل اتصال مع الابيبا اي بي اللي هنا تلاقي الكونكشن تقوم معاه. ولما حضرتك تيجي تختار ابيبا اي بي ادرس للفي بي ان جيت واي على اجر لازم تختاره من الرينج المحدد من ابيبا اي بي ادرس على اجر اللي هو 1.169.254.21.0 الى ده الرينج اللي مسموح حضرتك تدي منه اي بي للفيرشوال جيت واي بتاعك على اجر في حاله لو كنت مقدر تستخدم الابيبا. ولازم تراعي ان في اختيارك للادرس اللي هتحطه هنا ما يبقاش في اوفرلاب ما بينه وما بين الادرس اللي موجود في الاون بريمش هنا. ولو احنا مفعلين الاوبشن بتاع الاكتف اكتف مود فاحنا هنبقى محتاجين نحط 2 اي بي ادرس للبي جي بي بروتوكول. خلاص طبعا هيبقوا 2 اي بي ادرس مختلفين. الاوبشن بتاع البي جي بي بروتوكول ده بقدر افعله اثناء الكونفجريشن او الامبلمنتيشن او بقدر افعله بعد الكرييشن بتاع الجي بي ان جيت واي. طيب انا ايه اللي ممكن يخليني استخدم بقى البي جي بي بروتوكول بشكل عام؟ والله امتيازات كتير جدا. اول حاجه ان البي جي بي هيعمل لك دايناميك راوت، فانت لو عندك اوتونوموس سيستم زي دوت انت مربط ما بين وما بين بعض وقمت جاي رابطه اوتونوموس سيستم، فانت اي تغيير هيطرا على الراوتنج تيبل داخل هذا الاوتونوموس سيستم ما انتش مطالب انك تروح تكتبه في الناحيه الثانيه هنا، لا ده هو اوتوماتيك بيحصل دايناميك راوتنج وشيرنج او ترانزيت للراوتنج تيبلز اللي بينهم وبين بعضيهم، مش زي عالم الاستاتيك راوت كل ما هيتعدل عندك نتورك اي دي لازم تروح تعدله في الاستاتيك راوت هنا وهنا. مميزات البي جي بي كمان انه هيتيح لك حاجه اسمها المالتيبل تانل، يعني الفي بي ان جيت واي الواحد يقدر يتصل الاون بريمسز بتاعتك باكتر من طريق، ودي بنحتاجها ضروري جدا لما باجي نفعل الاوبشن بتاع الاكتف اكتف مود، يعني يبقى عندي فيرتشوال جيت واي موجود على اجر وبكلم 2 لوكال جيت واي في الاون بريمسز بحيث لو لوكال جيت واي منهم توفاه الله الكونكشن بتاعتي تاخد طريق تاني وتمشي منه الكونكشن شغال. في حاله الاكتف اكتف مود ده لازم حضرتك تكون مفعل البي جي بي علشان يعمل فيل اوفر وينقل اوتوماتيك على الطريق التاني. من مميزات البي جي بي ايضا حاجه اسمها جيت واي ترانزيت. يعني لو تخيلنا الاون بريمس اللي على اليمين دي متصله بنت واحد عندك على اجر بيكلموا بعض، الاون بريمس اللي على الشمال متصله بفي بي ان 2 وبيكلموا بعض، والفيرشوال نتورك دي داخليا عند اجر متصلين ببعض ايضا. عارف حضرتك لو فعلت بي جي بي بروتوكول ما بين كل دول يحصل ايه؟ يحصل ان كل الشبكات دي تبقى شايفه بعضيها، كل دول قادرين يكلموا بعض، ده بيسمى الفول مش ريداندنت باثس او الجيت واي ترانزيت. طيب لو حضرتك جيت تعمل كونفيجر للبي جي بي بروتوكول هيطلب منك الاوتونوموس سيستم نمبر، هو باي ديفولت بتلاقي حاطط اوتونوموس سيستم نمبر دي، ولو حضرتك حبيت تدي اوتونوموس سيستم نمبر بنفسك لازم تراعي شويه اعتبارات. اولا الاوتونوموس سيستم نمبرز اللي تقدر حضرتك تعمل لها كونفجريشن على ازر من
64,512 لحد 65,514 و 65,521 لحد 65,534. أضف كمان إن في بعض الـ Autonomous System Member محجوزة Reserved by Azure و Reserved by الأيام، فلا ينفع تستخدمها على أجر ولا ينفع تستخدمها في الأمبرنسز بتاعتك. دول مجموعة من الأوتونومس سيستم نمبر محجوزين للأيانة محجوزين لأجر، ولازم الأوتونومس سيستم نمبر بتاع اللي على أجر ما يبقاش هو نفس الأوتونومس سيستم نمبر بتاعك اللي موجود في الأندرن ديفايس، لازم يكونوا مختلفين. هنا أوتونومس سيستم مختلف عن الأوتونومس سيستم نمبر. ايضا براهن في عملية الكونفجريشن البي جي بي نيبور اللي هنا هيبقى له بابليك اي بي، هذا البابليك اي بي ما تستخدموش للبي جي بي بروتوكول، فانت هيبقى عندك للديفايس ده اتنين اي بي، بابليك اي بي وبي جي بي اي بي. نفس القصة في المقابل هنا عند اجر، واجر كده كده بيساعدك في هذا الامر زي ما احنا شفنا في الكونفجريشن. ونلاحظ ان لا يشترط انك تستخدم بابليك اي بي للبي جي بي بروتوكول، انت هتستخدم في الغالب في شغلنا هنا في الفي بي ان سايت تو سايت برايفت اي بي للبي جي بي بروتوكول في الناحيه دي. واحنا اتفقنا ان البي جي بي بروتوكول شغلته انه يعمل اكستشينج للراوتنج تيبل وللبريفكس، ولازم نعرف ان الفي بي ان جيت واي على اجر الماكسيموم بتاعه 4000 بريفكس، اي عدد هيزيد عن كده هيحصل له دروب، علشان لو اتفاجئت ان بعض الشبكات مش متشافه عندنا اعرف ان هي زادت عن الليميتيشن اللي بيستوعبه الاجر في دي. اضف برضو لمعلوماتك ان صحيح بيحصل شيرنج لكل الراوتنج تيبلز فيما عدا الديفولت راوتنج تيبلز اللي هو بيبقى 0 على 0، ده ما بيحصلوش شيرنج وده منطقي اصلا. طيب سؤال كمان، هل اقدر اميكس ما بين شبكات في بي ان شغاله اوفر بي جي بي او مفعله اوبشن بي جي بي مع شبكات شغاله ستاتيك راوت؟ تقدر تعمل كده، بس الناس اللي شغاله بدون البروتوكول البي جي بي دوت مش بتستفيد بمميزات البي جي بي اللي اتكلمنا فيها كلها. نضيف كمان لمعلوماتنا ان احنا عندنا في البي جي بي في حاجه اسمها البري دايركشن فورورد ديتكشن، هذا الاوبشن حتى الان نوت سبورتد في الاجر في بي ان جيتوي. اخيرا لازم نعرف ان البي جي بي بروتوكول نوت سبورتد داخل اي اس كي يو من نوع بيزك. بصوا هنا، هذا هو كل ما يخص البي جي بي اللي هيقابلنا لما نيجي ان شاء الله نتعلم نعمل امبلمنتيشن للفيرشوال نتورك جيتوي او اللوكال نتورك جيتوي.